زود بنزين والسرعه تطلع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اهلا حبيب قلبي خطوه عزيزه. انا النهارده قررت اعمل لوك جديد، تمام؟ اللوك عباره عن ايه؟ هقول لكم. اول حاجه هعملها ان انا في بنات كتير جدا 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 بتطلب مني ان انا اعمل الميك اب بتاعي قدامكم، ودي اول حاجه انا قررت اعملها لكم. تاني حاجه بقى ان انا قررت اعمل لوك برده لاحمد وافاجئه كالعاده زي ما بفاجئه كل شويه. يا لولي هتعرف امك؟ ها؟ هوريها لك؟ يلا يلا هوبا. اتخضت. لا والله والله انا اتخضت. كتاكيتو. بس بصي عارفاها؟ كتاكيتو. تعرفها ولا لا؟ ايه اللي حصل في الدنيا يا رجال؟ عرب عرب بسرعة عرب. بصي بصي مامي بقت أجنبية. كده دي تنفع امك كده. كده ده ما يتكتبش عليه أبدا. شبه بعض قوي ولا لا؟ ها؟ قولوا في الكومنتات كده يا جماعه، احنا شبه بعض قوي ولا لا؟ لا يا حبيبي اوعى تقول كده، ده انت ليها خبر. نجرب دلوقتي التجربه، هنشوف ايلين بتحب مين اكتر وهتروح لمين، يعني زينب دلوقتي هتنده لايلين، هتشوف ايلين هتروح لها ولا لا، بعدين زينب بتاخد ايلين وانا انده لها، هتشوف هتجيلي ولا لا. ولا ده 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 ولا ده. تعالي كتكوت. بابي تعالى. تعالي تعالي. تعال بابي. تعالي. لولي تعال بابي. كتكوتة. تعالي. لا لا مش عايز تجيلي. لا لا بتعايز ايه؟ تعالي. مش عايزة لا. والله عايزة. مش عايزة يا جماعة؟ مش عايزة. بصوا. تعال بابي. تعال بابي. لا اوعي ايدك من هنا مثلا. اه. تعال بابي يا لولي. لولي تعال بابي. جاية بنحبكم جدا. بقى حاجة حملوا لهم ايه؟ سلام. هربت من يوم